إله إلا الله، استغفر الله العظيم يا رب. تمام، انت اللي منحس الليلة، انت بتعيط ليه دلوقتي؟ ابكي لان لو كانت امي معي في هذا اليوم. امك كمان معانا في الليلة اللي زي دي؟ لماذا؟ كانت ستبيت معنا. تبيض معنا؟ ما هي مش ناقصة الا البيض. تبيض يعني ايه تبيض معنا؟ ستبيت معنا في هذه الليلة. ايوه. وتشاهد ما نفعله. وكيف نصنع طفلنا. ايوه. وفي الصباح تحكي للقبيلة كل شيء. تحكي للقبيلة كل شيء. نعم. على أساس إن هي بتنقل نهائي كأس العالم. وأمها. عيطي عيطي. وأمها. أيوة عيطي كده ويسمعوا إن في راجل جوه. أي حاجة مداري بيها عارنا اللي إحنا فيه. يا بت اهدي يا بت، اهدي اهدي. أنا هقول لك على حاجة. بس يا بت يجب إن أنت تهبي عليا. وانا اهب عليك. لما احنا الاثنين نهب على بعض هتلاقي اهباب حصل. فتبقى انتم مهباب وانا ابو هباب. خيوف في سلامة. انا عدنا من سلامة كده. ادي امشي بقى. واعي ايه ده؟ انت دليل عرف. انا هاخد الراجل ده واقعد معاه. ماشي؟ هو ده اللي هقضي الليلة معاه. يا حبيبي. ايه ده؟ قطعت قطعت. انت ليه بتنامي فجأة دايما؟ ليه؟ نومي ده تعبان تعبان. يا ماما تعبانة من ايه يا قطعت؟ المعرفة انا تحت في الشمس وفي النوم. يعني عاجبك كده على الصوت بكير جاي وانت ما قلتيش اي حاجة؟ هاي لو ما لما عشان خاطر السجن بقى عشان تمام اكبر متحيز للعالم متحيز لمصر. السجن كله عنده خبر ان سلامات هتشرف هنا وانتوا نايمين على ودانكم. اخص عليكم نسوان لمامة. انا الحق عليا اللي بعتمد على اشكال بيها زيكم. بقولك يا بنت، مين سلامات دي؟ سلامات دي يا اختي اللي انت بوظتي عليها الهروبه بتاعتها. الله يسلمك. طب وانت هتسيبوها تضربني؟ ينفع تضرب واحده في سن امك؟ وانا مالي يا اختي؟ مش انت اللي شكلتيها في الاول؟ اشربي بقى. وانت يا مزبوطه. وانا مالي يا اختي؟ دي وليه قويه ومفتريه ماليش دعوه بحد. ما تصدقوا بقى ان انت مناصر بقى عندها حق بقى. ايوه عندها حق ولازم تعرف بقى ان سلامات تدرسها في الخلافة. قالي تايا وليا انطق. أبو جميل جميل. قولي يا بيت. تعالي عودي جنب. بل بل. بس بالراحة. بيو. سبتدك. سبتدك في خلافك. قالي تايا. قالت عليك النتر وليا الآخر. ينهار مش يسود. وعدي كمان قالت ايه كمان. قالت عليك لو انت واقفة. ورحنا شدين البنطلون حلقيك راجل. يخرب بيت ابوها. عارفة انا بقول اللي قدامي واللي قدامي ربنا. عارفة يا قطاطة لولاكي كان زماني على عماية. لا وده كمان قالت ايه؟ قالت ام ياسر ايه دي كمان؟ ام ياسر ايه دي كمان يا محلي؟ ام ياسر دي تروحي كده تلعب في اي حاجة تانية. يا فاكر نفسها هتحمي قطاطة؟ لو جت كده هضربها هي وقطاطة. ماشي لولاكي كنت فضلت على عماية لحد ما المدعوة سلامات تشرف هنا في السجن ويبقى وشي في وشها من غير ما خطط لها ولا تكتك لها. انا قدمتك ابو ياسر ملابس عشان اقعد في اي وقت. بقولك ايه قطاطة؟ ماشي هو انتي من النهاردة في حمايتي. وبالنسبة للطار اللي مبيتهولك المدعوة سلامات لمؤاخذة تبقى تبل وتشرب ميته. حبيبي يا احمد يا حبيبي يا نهار اسود. شفت الولية حرشانة عملت ايه؟
بلفت ام ياسر وحطيتها تحت باط وقال ايه هتخليها الفتوه بتاعتها. انوسه دي والعبان شكلنا كده احنا الثلاثه مع بعض هنبقى منصوبين. ده مش بعيد يا اختي تخلينا نمسح بلاط العنبر ونعمل لها حواجبها في السكه. جرايه مره منك ليها في ايه؟ ما بقاش اسم على مسمى. اما كعبلتها في مشوار وخليتها تروح ما ترجعش. ايه عدلي بقى كده اهو ما تبصش تعدلي. حاضر خلاص كده مظبوط ولا لا؟ ايوه ده كده مظبوط. ماشي بس يا قطاطه ما عارفه حبيبي تعدلي من جوه. عارفه يا تيتا قطاطه زون تيتا قطاطه هو صحيح جده ضفر لي شعري كذا مره بس انت بتضفريه لي زي ماما الله يرحمها بالظبط. زي ماما الله يرحمها اللي ماتت؟ الله يرحمها. الله يرحمها يعني اي حد في الدنيا ممكن يعمل لك التدفيرة دي؟ اعملي عصة الاسد. لا قطاطه انا ما اقصدش، انا اقصد بس ان انت فكرتيني بماما. مش يا حبيبتي بصي رغم ان انا اكبر من ماما واعمل منها 13 ست انما تقدري تعمليني زي ماما الله يرحمها. ما تقوليش الله يرحمها. انت يا انت مش فيني انت قلت الله يرحمها انت يا حبيبتي والله انت ايه ده ايه ده يا ابويا رياض انت وجهك مش فيني كده ليه؟ وشي؟ ماله؟ ماشي انا قلت لك روز ماشي؟ ماشي روز اوكي صلي على النبي كده صلي على النبي حطي بس يا رب اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا ده عادي بوقك ايوه عامل ايه؟ انا كده انت رايحه فين؟ رايحه فين؟ بقي تحت اهو مش سبحان الله بقي كده تحت اهو اديني قام معمية كده بقى قدام ايوه انت فين يا قطاطه؟ ايه ده؟ ما هو ايه اللي ايه الخرم في الخرم هو ده ايه؟ هو مناخير يا قطاطه ده خرم المناخير فوق؟ ايوه بقى اهو بقى اهو ايوه صح الخرم بيبقى فوق بتاع المناخير ماذا؟ يا سلام ده انت عارفه ده زمان؟ ده انا ياما زوقت عرايس استني عشان نزبط الروز لما ظبطت عرايس كانت تجيني بقى العروسه من باب السحريه وكنت ونبص عشان كنت بجهزهم واديله العروسه كده في ايده واقول له خلي سلم يا عم كان بيعملوا ليله وبيجوا لي كل ليله خميس بجد؟ مع المصحف كنت بزوقها والراجل كان بيتنفخ عندنا تحطي ميك اب حلو جدا بصي انا كنت يا طاطا دي مناخيري يا طاطا ما انت بتحطي كويس اهو بتلحوسي فوق ليه؟ ما هو وهو بقي اهو انت حطيتي صح انت بوقك مش مظبوط ايوه بس كده عمي عمي بقى كده حلو لا حب اشفافك ايوه بس روحي بقى شوفي نفسك بقى في المرايه وتعرفي اللي عملتي ايه بقى ماشي يلا وانا ده لسه هزوق ايه رايك بقى؟ ايه ده؟ ايه يا حبيبتي؟ تعالي هنا في حاجة حصلت؟ عايزة رؤسة دي؟ مش عايزة رؤسة دي؟ ايه ده؟ ايه ده انت بوظت المكياج؟ انا؟ انا برضه اللي بوظته؟ بقول انت اللي بوظت المكياج مش لازم طيب بصي يعني نعمل غيره واحنا بنحكي ماشي؟ لا انا كده هدوك طيب؟ ماشي كيف الحدوده بتاعت الليمبي حبيبك؟ صح الليمبي حبيبك؟ ماشي قول يا قطاطه قول طيب انت كويسه والله كان يا مكان نزاد يا كرام مليح ده الكلام ده بيجي للنبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام والآن أغمض عينيك يا لمبي. أه تعال أنا حاسس إن أنت محضر لي مفاجأة بقى وهتروح كشف لي على الكنز. والآن أيوه. افتح عيني أقدم لك هريسة صنم. قصدك هريسة مول؟ وما هو المول يا لمبي؟ المول ده اللي هو فيه عدة بضائع متفرقة. بلى بلى أقدم لك هريسة صنم
أكبر متجر للأصنام في الحجاز كله، أصنام كبيرة للمعابد. هيا. وهذه الأصنام المتوسطة